بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريب ون، ان شاء الله النهاردة معادنا مع اول سيشن في الجيومتري ان شاء الله. وليسون ون بيتكلم عن حاجة اسمها ديدكتيف بروف. واحنا عارفين ان في ناس كتير بتخاف من الجيومتري، رغم ان الجيومتري ممكن اسهل كمان من الالجبرا، بس لو انت اتبعت الحاجات اللي انا هقولك عليها، يعني ازاي تكتب البروف. واحنا مشكلتنا في البروف، رغم ان البروف يعني حاجة سهلة وهنتعود ازاي نكتبها، وان شاء الله هتضمن درجات البروف. بس الاول عشان يوصلك الجديد، انزل تحت الفيديو وعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. الاول ليسون 1 بيتكلم عن حاجه اسمها ديدكتيف بروف. طب يا مستر ديدكتيف بروف، ليسون 1 ده مفيش فيه حاجه جديده، كل اللي انت خدته في الفيرست ترم موجود في ليسون 1. بس ديدكتيف بروف ده اللي هو البروف الاستدلالي، البرهان الاستدلالي، اللي هو ايه؟ اللي هو ما تكتبش حاجه الا لما يكون عندك لها دليل. يعني انت ما تزودش حاجه الا لو عندك لها دليل. ازاي؟ يعني مثلا انا لو انا طالع البيت وفي عربيه بابايا تحت، لقيت العربيه تحت، فهقول بابايا فوق، هقول عشان العربيه تحت يبقى بابايا فوق. فاستنتجت ان بابايا في البيت، بس ايه دليلي؟ دليلي ان في حاجه موجوده تحت العربيه تحت. انا نفس الفكره، هو هيدي لك الجيفن ده انت هتستخدمه، هتستنتج منه حاجه، هتطلع حاجه جديده منه، هتفهم حاجه عشان الجيفن اللي موجود ده، عشان المعلومه اللي هو اداها لك. طبعا يا مستر الجديد ان هو هيزود لك كلمتين، كلمه اسمها سنس وكلمه اسمها زين. واحنا في الماس ما بنكتبش سنس، يعني مش هتكتب سنس كده، مش هتكتبها كده، ولا هتكتب زين باللتر كده. امال ايه يا مستر؟ سنس هتكتب ثلاث نقط 3 بوينت والنقطه تحت، راس المثلث تحت. طب زين هتكتب الثلاث نقط وراس المثلث فوق. المعلومه اللي هو بيديها لك هتحط النقطه تحت، اللي انت بتاخدها بالسهل النقطه تحت. طب اللي انت هتستنتجها تبقى النقطه فوق. طب لو اتلخبطت مش هيحاسبك على ده ولا ده لغايه ما تتقنها. طيب ازاي هكتب البروف؟ البروف هتكتبه كان انت بتلعب لعبه، كان انا بلعب لعبه. لما تيجي تلعب لعبه مثلا، اي لعبه بتلعبها بيدي لك هدايا، بيدي لك جيفن، بيدي لك هدايا في اول اللعبه. تلاقي ساعات مثلا تيجي تلعب لعبه تلاقي في حاجات منوره معاك، الحاجات اللي منوره معاك دي اللي انت هتستخدمها. وساعات تلاقي حاجات مش منوره، الحاجات اللي مش منوره ده انا هستخدمها في ليفلز بعد كده، لكن انا عارفها بس مش هستخدمها في الجيم ده. نفس الحكايه، هو هيديلك حاجات جيفن وانت الحاجات الجيفن ده هتستخدمها، هتستنتج منها حاجه. طيب الاول عشان تحل مساله البروف، حل المساله شفوي، يعني ما تمسكش القلم وتتصرف، اشرحها لنفسك. اما تشرحها لنفسك لو انت اقتنعت بها خلاص يبقى انت كده حلك صح. طيب تعال نبص للرسمه دي. الرسمه دي بتفكرك بايه؟ ها؟ برافو عليك، سامعك بتقول لي ان هنا يا مستر ان sum of angles sum of accumulative angles at a point، مجموع الانجلز اللي حوالين بوينت is كام؟ 360. طب يا مستر كل اللي انا هعمله هتاخد الجيفن اللي هو اداهولك. مين فين الجيفن اللي هو اداهولي؟ اول جيفن اداهولي ايه؟ قال لي ان ميجر الانجل دي 110، وقال لي كمان ان في عندي انجل اهي ب 35، وعندي كمان ان في انجل ب 140، وبقول له هات لي الانجل دي. فانت المفروض هتقول له ايه؟ ها؟ هتقول له الانجل دي ب 110 والانجل دي ب 35 والانجل دي ب 140. طب يا مستر يبقى الانجل دي بكام؟ فدي الحاجه اللي انا هجيبها، يبقى الانجل دي 360 ماينصهم منهم كلهم. طب تعالى نكتب، تكتب اول حاجه مديها لك ميجر انجل اي بي سي بكام؟ ب 110 قمه، وكمان ميجر انجل سي بي دي بكام؟ ب 35. كل ده هو مديهولي. طب يا مستر بعد كده قمه، وكمان عندك ميجر انجل اي بي اي بكام؟ ب 140. تمام. طب يبقى ايه؟ يبقى انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان ميجر انجل اي بي دي ايكوال كام؟ ايكوال 360، وهماينس منها كل دول اللي هما مين؟ ال 110 وال 35 وال 140، يطلع الحل بكام؟ ب 75. تمام، بس 75 ديجري. يبقى انا كده جبت الانجل. لو ما بتعرفش تقرا الانجل هتقرا الانجل كده، يعني الانجل دي ايه الليترز اللي عليها A وB وC؟ اقراها يا تبدا من الطرف، المهم الفيرتكس تبقى في النص A B C. طب الانجل دي اسمها ايه؟ C B D. طب الانجل دي اسمها ايه؟ D B E، عشان لو انت بتكتب. طيب مستر سنس وزن اللي انت قلت لي عليها، الحاجه اللي هو يديها لك اكتب جنبها سنس. دي سنس لان هو اديها لي خلاص. طب ده اللي انا جبتها يبقى هي دي زن بس، والموضوع بسيط. اللي هو اديها لك الجيفن اللي هو اديهولك ده سنس. طب اللي انت جبته بمجهودك بشطارتك ده اللي زين. طيب
بدل ما اقعد اكتب سنس 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 انا رحت حطيت كومة عشان تبقى هي كلها سنس واحد. طب هتقول لي يا مستر انا لازمتها ايه ان انا اقعد اكتب اي بي سي وسي بي دي واكتب اي بي اي واكتب اي بي دي؟ ايه لازمتها ان انا اقعد اكتب اسماء الانجلز دول؟ طب ما انا كنت اكتب على طول 360 ماينس 110 و35 والكلام ده. لا لها لازمه. ايه لازمتها؟ انا مثلا لما اقول لك واحد اسمه مثلا محمد احمد السيد، محمد احمد السيد وعلي احمد السيد وابراهيم مثلا احمد السيد والسمر مثلا احمد السيد، ايه اللي انت تستفاده من الاسماء دي كلها لما تيجي تقرا؟ برافو عليك. هتقول يا مستر كلهم اخوات. نفس الفكره، انا لو جيت اشوف الانجل، الانجل دي مكتوبه في البي فيها حرف البي، والانجل دي فيها بي، والانجل دي فيها بي، والانجل دي فيها بي، يبقى انا افهم ايه؟ افهم ان هم كلهم حوالين البي، اكوميوليتيف ات بي، كلهم متجمعين حوالين البي، عشان كده كتبت له 360. لكن انا لو ما كتبتش كل دول هيقول لك جبت 360 منين؟ فهمت البروف؟ هو بيدي لك جيفن وانت الجيفن بتستخدمه وممكن ما تطلعش الا فكره جديده بس. خلاص طيب تعالى نشوف مثلا حاجه زي الاكسرسايز ده. بقول لي بي بلونج للاي سي، بي بلونج للستريت لاين اي سي، فده اول جيفن اديها لي، هتشوف هتستفاد منها ايه؟ وميجر الانجل دي ب 116، وعندك البي دي بايسكت الانجل دي، بعد كده عايزك تعمل بروف تجيب الانجل اي بي دي. طيب تاني تعالى مثلا هنا هتشوف ايه اللي انت هتستفاده من الجيفن اللي قدامك ده؟ ايه اللي استفاده؟ هو دي فكرته ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت اشوف هتقول له مستر ركز معلش، هتقول لي هنا ايه اللي انا استفاده من الرسمه دي؟ الرسمه دي عايز يقول لك ايه؟ ها؟ برافو عليك. هتقول لي مستر ان الانجل دي كلها ب 180. طب ايه دليلك ان الانجل دي كلها ب 180؟ ها؟ لان انا لو جيت اشوف في الجيفن هتلاقيه بيقول لك بي بلونج للاي سي، فانا كل اللي انا استفاده من بي بلونج للاي سي ده انا عندي انجل ب 180. ايه هي الانجل اللي ب 180؟ اسمها اي بي سي الانجل دي، فانا اقول له انجل اي بي سي ب 180. ده اول حاجه انا استفدتها. طب بعد كده لما دي ب 116، طب ما انا اقدر اجيب دي 100 دي ماينس منها 116، فانا استفاد ان في عندي انجل ب 64. مين الانجل اللي ب 64؟ اسمها ايه؟ ده هي اي بي اي. يبقى انا استفاد ان اي بي اي بكام؟ ب 64. تمام. طب عندك دي كلها ب 64 وده بايسكت، يبقى انا استفاد مين؟ استفاد ان دي ب 32 ودي كمان ب 32، هعمل ديفايد على 2. مين بقى اللي هنا اي بي اي؟ يبقى اي بي اي دي بكام؟ ب 32. بس اكتب كل الحاجات اللي قدامك ده البروف، كل واحده تطلع منها حاجه خلاص، اللي ينفع تطلع منه حاجه يبقى خلاص كده، يبقى كده البروف. انت اول حاجه البي موجوده على اللاين اي سي، يبقى انا افهم ان اللاين دي كلها الانجل دي كلها ب 180. طب بعد كده عندك انجل ب 116، يبقى انا ال 100 ديتا ماينس منها ال 116، يتبقى معاك دي كام؟ ب 64. هتكتب ان في انجل ب 64. طب بعد كده عندي بايسك، يبقى ال 64 اعمل لها ديفايد على 2. تكتب كل دول البروف انت. طب تعالى كده نكتبه من غير ما نبص اهو، بي بلونج للستريت لاين اي سي، يبقى انا استفاد ايه؟ هستفاد اللي انا قلته ان ميجر انجل اي بي سي بكام يا مستر؟ ب 180. ده اول حاجه استفدتها. طب بعد كده عندك مين؟ عندك في انجل ب 116، ايه اللي انا استفاده؟ ها؟ استفاد ايه؟ هستفاد يا مستر ان انا الانجل ده هي اي بي اي، ها؟ انجل اي بي اي ايكوال كام؟ 180 ماينس 116، تطلع بكام؟ تطلع ب 64. طب بعد كده ايه اللي انا لسه ما استخدمتوش؟ ان في بايسكت، فانا اقول له البي دي بايسكت انجل اي بي اي. طب ما دام هو بايسكت الانجل، ها؟ يبقى انا استفاد ايه؟ يبقى استفاد ان الانجل اللي انت بتدور عليها ايكوال كام؟ ايكوال ال 64 اللي انا جبتها ديفايد على مين؟ على 2. تطلع بكام؟ ب 32. خلاص. طب عايز تكتب له سنس زن، ها؟ الحاجه اللي هو اديها لك سنس، ده هو مديها لي سنس. طب ده انا جايبها يبقى بزن، دي هو اديها لي يبقى بسنس، ده انا اللي جبتها يبقى زن، ده هو اللي اديها لي يبقى سنس، ده انا اللي جبتها يبقى زن. خلاص كده البروف انت. فانا تاني عشان تحل بروف وتبقى شاطر في البروف هتبص لكل حاجه هو اديها لك، كل حاجه هو اديها لك هتطلع منها حاجه. ساعات مثلا انا اكون مثلا في حاجه انا تمرين اول مره اشوفه، فانا اقعد ابص للبروف، هو ليه جايب لي دي؟ اه عشان افهم ان في 180. طب دي 116، يبقى ال 100 كانسل ماينس منها ال 116. طب بعد كده مستر بايسكت، يبقى انا هعمل ديفايد على 2، يبقى عندي انجل متقسمه نصين. خلاص كده البروف انتهى.
طب تعالى نشوف فكرة تانية. هنا بقول لك ايه؟ لما يجي يقول لك ان في بارلل، ايه اللي تستفاده لو في بارلل؟ كل ده الكلام ده احنا خدناه. ها؟ ايه اللي استفاده هيوصل لو في بارلل؟ حاجة بارلل لحاجة. يبقى استفاد مثلا ان في حرف الزد، لو حاجة وصلتهم يبقى في حرف الزد. حرف الزد دي اسمها ايه؟ الترنيت. ما تنساهاش. طب مستر لو في بارلل وحاجة ترانسفيرسال قطعهم كده، عمل حرف الاف. حرف الاف دي اسمها ايه؟ ها؟ برافو عليك. اكتبها لي تحت في الكومنت. ها؟ مستر حرف الاف بتبقى حاجة، ها؟ هقولها لك وانت اكتبها لي. كورسبوندنج، كورسبوندنج دي اللي هي عاملة ازاي؟ ان يا مستر التو انجلز دي ودي اللي عاملين حرف الاف الاثنين زي بعض بالظبط. كورسبوندنج يعني زي بعض بالظبط، متناظرين يعني، زي يعني صبعي ده زي صبعي ده، الاثنين واحد. ها؟ فده معنى كورسبوندنج. هتيجي تلاقي دي بصه يمين ودي بصه يمين زي بعض. ده مستر تحت اللاين ده وده تحت اللاين البارل، فالاثنين شبه بعض في حاجه، في كل حاجه، لكن في الالترنيت مبدلين. هتلاقي واحده بصه كده وواحده بصه كده عكس بعض، واحده تحت اللاين وواحده فوق اللاين. طيب اللي بعد كده مستر، ممكن الاقي ان انا عندي تو بارلل، وفي حاجه كده عامله حرف اليو، فدول بيبقى اسمهم ايه؟ انتيريور. والانتيريور بيبقى الصم بتاعهم ب 100 دي سي. طب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده بارلل ده، ايه دي بارلل بي سي؟ طب يا مستر بارلل يبقى انا هستفاد يا اما الترنيت، يا اما هستفاد ها كورسبوندنج، يا اما هستفاد انتيريور. هنا اللاين ده واللاين ده وترانسفيرس عاملين حرف الايه؟ برافو عليك، عاملين حرف اليو او حرف السي. يبقى الانجل دي ب 72، يبقى اللي جنبها دي بكام؟ ها؟ فانت هتقول له سينس، لو جيت تكتب هتقول له اي دي بارلل بي سي، ده الدليل بتاعي. ها؟ طب انا مستر سين استفاد ايه؟ لا، وكمان في حاجه مديها لي ان ميجر انجل ايه بكام؟ ب 72، دي ب 72، يبقى انا استفاد ايه؟ زين عشان كده ان ميجر انجل بي اللي هو بيدور عليه تطلع بكام؟ 180 ماينس ال 72، وتشوف هتطلع بكام وتقول له ايه السبب؟ انتيريور، هتقول له ان هم انتيريور. طب انا هنا لو جيت شوف هتقول له برضه اي دي بارلل بي سي، ها ده الجيفن اللي هو مدهولي، ده المعلومه اللي عندي، وكمان عندك ايه؟ وكمان عندك ميجر انجل ايه ب 57. زين دول اسمهم سنس. زين استفاد ايه؟ استفاد ان انجل بي بكام؟ برضه ب 57. ايه الدليل بتاعك؟ ها؟ ايه السبب؟ هتقول له مستر ان هم الترنيت مبدلين مع بعض عاملين حرف زد. ها؟ هنا هتقول له سنس الاي دي بارلل بي سي نفس الكلام، وميجر انجل اف 63. زين ميجر انجل بي اللي انت عايزها بكام؟ ها؟ اكتبها لي واكتب لي الدليل. اكتب لي الانجل دي بكام؟ ميجر انجل بي بكام؟ واكتب لي الدليل جنبها. طب هنا بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر ادي ايه بره للبي سي؟ ده اول حاجه انت مديها لي، واحنا استفدنا لو في بره يبقى في ايه؟ ها؟ بروفايد في الترنيت وفي كورسبوندنج وفي انتر. طب انا مستر وعندي انجل ب 80 يبقى ده كمان، وعندك الاي بلونج للدي اي، الاي موجوده على الدي اي، الاي دي موجوده على الدي اي، يبقى انت تفهم ان الانجل دي كلها بكام؟ ها؟ هفهم ان في انجل ب 100 دي. طب مثلا ده بره، يبقى افهم ان في ممكن اقول له الترنيت وممكن اقول له انتيرير وفي ممكن اقول له ايه؟ كورسبوند. طب هنا استفاد ايه برضو؟ عندك ميجر انجل اي اي سي ب 50، عندي في انجل هنا كمان ب 50. طب بقول لك فاين ذا ميجر اوف انجلز اوف ترانجل، هات لي الانجلز بتوع ترانجل دي ودي ودي. الاول كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتنظم اجاباتك، هتشوف هتبدا بمين. ها؟ انا هنا بقول لي ايه؟ بيقول له مستر انت ممكن تبدا بمين؟ انا ممكن اجيب له الانجل ايه اللي فوق دي، هجيبها منين؟ ان دي كلها ب 180 وماينس منها ال 50 وال 80. ها؟ فده اول انجل هجيبه. بعد كده مستر ده بارلل ده يبقى استفاد بالالترنيت، يبقى دي ال 50، وعندك ده بارلل ده عاملين حرف الزد يبقى دي كمان ب 80، يبقى انا كده جبت 3 انجلز. ها؟ فانت تاني كل اللي انت هتعمله ان انت هتنظم المساله دي في دماغك. انا ممكن ابدا باللي فوق، ممكن واحد يجيب ال 50 دي الاول يقول لك دي ب 50 وده بارلل ده يبقى دي ب 50 الترنيت، واجيب دي ب 80 واجيب الانجلز من السم اوف تراينجل، سم اوف انجلز اوف تراينجل. طيب تعالى كده نكتب الكلام بتاعنا هنا ايه؟ هتقول له دي اي بارلل البي سي. تمام يا مستر، ده بارلل ده، وكمان عندك ايه؟ ها، وكمان في عندي ميجر انجل دي ب 80، الانجل دي ب 80، ميجر انجل دي اي بي بكام؟ ب 80 ديجري. طب يبقى انا استفاد ايه؟ ها؟ ايه اللي تستفاده لو دي ب 80 وده بارلل ده؟ استفاد ان ميجر انجل بي بكام؟ ب 80، يبقى الانجل دي ب 80، خلاص ده اول واحده اجيبها. يبقى ده الزن بتاعي ودول اسمهم سنس. طب بعد كده لو دي ب 80 خلاص انا استخدمت دي، مين اللي لسه ما استخدمتهاش ال 50؟ هتقول له ميجر انجل ايه بكام؟ ب 50. زن استفاد ايه؟ ان ميجر انجل سي بكام؟ ب 50. ايه السبب؟
قال له مستر الترنيت، فهو بيدور على كلمه الترنيت، وهنا في الترنيت. طب انا بعد كده ممكن اقول له ان الاي بلونج للدي اي، الاي بلونج للدي اي، الاي موجود على اللاين دي اي. طب استفاد ان ايه؟ هقول له ان ميجر الانجل ايه، هقول له الاي بلونج للدي اي، يبقى ميجر انجل، الانجل دي اسمها ايه؟ بي اي سي. يبقى ميجر انجل بي اي سي ايكوال كام؟ 180 ماينس مين؟ ال 50 وال 80. يبقى استفاد ان ميجر انجل بي اي سي ايكوال كام؟ 180 ماينس ال 50 وال 80 الاثنين اللي على الجنب، واشوف الانجل هتطلع بكام واكتبها لي تحت في الكومنت. اللي بعد كده هنا بقول لي ايه؟ لو جيت تشوف الرسمه دي، انا عندي اللاين ده انترسكت اللاين ده، يبقى الانجل دي والانجل دي اسمهم ايه؟ ها؟ برافو عليك، اسمهم في او اي، فيرتيكال اوبوزيت انجل. زين 3 اكس ماينس 5 ايكوال 70 دي. واحلها. طب هنا لو جيت اشوف مساله زي دي، هنا الرسمه دي بتفكرك بايه؟ لو جيت تشوف الرسمه دي بتفكرك بايه؟ ها؟ برافو عليك يا مستر. بتفهم؟ بتفكرني بالكونجرانت اوف تراينجل. ايه هما الكونجرانت اوف تراينجل؟ او ايه الكيسز اوف كونجرانت اوف تراينجل؟ الشروط اللي عندي كانت ايه؟ سايد انجل سايد، وعندك كان عكسها انجل سايد انجل، وعندك كان ايه؟ سايد سايد سايد، كان عندك رايت هايبوتنس مين سايد. ها؟ طب تعالى كده نشوف ايه اللي انا شايفه هنا. انا شايف السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى في سايد. وبعد كده عندك الام بي ايكوال الام سي، في كمان سايد. طب ناقص عندي حاجه، ايه الحاجه اللي ناقصه؟ ما لسه في المساله اللي قبلها قايل ان اللاين ده انترسكت اللاين ده، يبقى الانجل دي والانجل دي اسمها في او اي، يبقى هي سايد انجل سايد. ليه؟ لان جايب لك سايد وسايد والاي والانكلودد انجل والانجل اللي بينهم. طب تعالى نكتب الكلام ده. لو جيت تبص على الجيفن اللي هو اداهولك، اول حاجه جايب لك لاين انترسكت لاين، يبقى انا فهمت ايه؟ ان في او اي، فده اول حاجه فهمتها. وعندك سايد اهو تستخدمه، وعندك سايد كمان هتستخدمه، يبقى ده سايد انجل سايد. تعالى نكتب كده، هتقول له الاي دي انترسكت البي سي في البوينت مين؟ ام. يبقى انا استفاد ايه؟ استفاد ان الانجل دي اسمها ايه؟ اي ام بي، انجل اي ام بي ايكوال مين؟ انجل مين؟ سي ام دي. طب دي اسمها ايه؟ اسمها في او اي، يبقى ده اول حاجه. طب تاني حاجه هو مديها لك الام اي ايكوال الام دي، ام اي ايكوال ام دي، تمام. طب تالت حاجه ام بي ايكوال ام سي اهو. يبقى انا استفاد ايه؟ استفاد يا مستر ان الترينجل ده اللي هو مين؟ اي ام بي كونجرانت للترينجل مين؟ ها؟ دي ام سي. خلاص، ما دام هو كونجرنت يبقى السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى انا استفاد زين السايد اللي هو مين؟ الاي بي ايكوال مين؟ السي دي. وده اول حاجه تستفادها، وهو اول حاجه هو عايزها في البروف. طب بعد كده من الكونجرنت استفاد ايه من الكونجرنت؟ لو جيت اشوف يبقى السايد ده ايكوال السايد ده، طب تمام. وبعد كده عندك الانجل دي والانجل دي ايكوال، ودول عاملين حرف الايه؟ ها؟ الانجل دي والانجل دي، دي ودي عاملين حرف الايه؟ الزد، يبقى الترنيت. يبقى انا استفدت كمان ان ميجر انجل ايه ايكوال ميجر انجل دي. طب يا مستر ودول الترنيت، ما دام دول الترنيت يبقى انا استفاد ان الاي بي بره للسي دي. فانت عشان تبروف ان سايد بره للسايد، يبقى لازم تجيب له حاجه بقى من الثلاثه اللي كانوا موجودين، يا اما تجيب له تو الترنيت انجل وايكوال، يا اما تجيب له تو ايكوال انجلز وكورسبوندنج، يا اما تجيب له تو انتيرور انجل وايه وسبلمنتري. طب لو جاب لي رسمه زي الرسمه دي، الرسمه دي ايه اللي انت شايفه فيها؟ ها؟ بص لها كده مستر. انا شايف بوينت اي، والبوينت دي في انجلز اكوميوليتيف عليها حواليها. طب لو دي ب 90 ودي ب 130 يبقى ايه؟ يبقى ال 360 ماينس منها ال 90 وال 30 واجيب الانجل دي. طب بعد كده عندك ايه؟ عندي ده بره لده وده وده، وفي ترانسفيرسال عاملين حرف اليو، فانا لو جبت دي هقدر اجيب دي لان الاثنين دول ب 100 دي. طب تعالى كده نكتب له الكلام ده. هتبدا بمين؟ كل اللي انا هبدا به هبدا من فوق الاول. اكتب له اسم الانجل دي، الانجل دي اسمها بي اي اي، فتقول له انجل بي اي اي ايكوال كام؟ 90 ديجري ميجر. ها؟ طب وكمان ايه اللي عندك؟ عندي ميجر انجل اهو كاتبها لك اهو، اي اي سي ميجر انجل اي اي سي ايكوال كام؟ 130 ديجري، تمام.
طب انا ايه اللي اقدر اجيبه؟ اقدر اجيب الانجل اللي هي اللي جوه دي بي اي سي. فاقول له يبقى انجل بي اي سي ايكوال كام؟ 360 ماينس مين؟ ماينس ال 90 وال ايه؟ وال 130. فتطلع بكام؟ ب 140. يبقى الانجل دي ب 140. طب انا مستر لو جيت اشوف ها؟ فين السنس وفين الزين؟ ده هو مديها لي يبقى دي سنس، طب ده هو مديها لي يبقى سنس، طب ده انا اللي جايبها يبقى دي زين. طب هتقول لي منين ان هما ب 360؟ ما دي فيها ايه ودي فيها ايه ودي فيها ايه؟ طب انا هنا بيقول لك ميجر انجل سي، ميجر انجل سي بكام يا مستر؟ لو جيت شوف ميجر انجل سي ها؟ طب انا بعد ما جبت دي ب 140 هتجيب السي ازاي؟ ايه اللي لسه ما استفدتش بيه؟ انا استخدمت دي واستخدمت دي، ايه اللي لسه ما استفدتش بيه؟ ما استفدتش بالاي بي بره للسي دي. فهتقول له الاي بي بره للمين؟ السي دي. طب ما دام الاي بي بره للسي دي ودي ب 140 يبقى الانجل دي بكام؟ فهقول له ميجر انجل سي ايكوال كام؟ 180 ماينس ال 140. تطلع بكام؟ ها؟ هتطلع ب 40. ليه؟ لان دول انتيريور. بس دي الفكره. خلاص. ما دام في بره لل يبقى انا استفدت بحاجه من كله. لو جيت اشوف الاكزامبل ده هنا مديني بارل، طب ايه اللي استفاده من البارل؟ استفاد يا اما في التر ديت حرف الزد، يا اما استفاد حرف الاف الكورسبوندنج، يا اما استفاد حرف الايه؟ الانتيريور حرف اليو. طب انا هنا لو جيت شوف مين اللي بارل ده؟ بارل ده، ده بارل ده. طب بص هم كده عاملين حرف الايه؟ الزد. فبدل دي ب 50 يبقى دي 50، يبقى في التر ديت. فانا ال 50 ده طلع منها حرف الزد التر ديت. طب بعد كده وعندك دي 90 الانجل دي كلها ب 90. طب ما انا لسه قايل ان اللي فوق دي ب 50، يبقى اللي تحت دي بكام؟ ها؟ ب 40. طب دي 40 ودي 40 واللي جدينا الترنيت، يبقى دي سي بره لمين؟ الاي اف. طب ما دام ده بره لده بره لده، يبقى انا استفاد ان الاي بي بره للاي اف، يعني ده بره لده، ده قصاد ده. طب وعندك ده بره لده، يبقى انا استفاد ان ده وده بره لي. نفس الفكره. هتقول له ان دي ب 50، يبقى دي ب 50 الترنيت. طب يا مستر دي كلها ب 90، يبقى دي ب 40. خلاص؟ بعد كده هتلاقي ان الفورت دي ايكوال فورت دي والاثنين الترنيت، يبقى ده بارلل ده. طب ده ده بارلل ده، الاي بي بارلل للدي سي بارلل للدي ال اي اف. خلاص يبقى هم كلهم ايه؟ ار بارل. بكده يبقى الاسم بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.